don't touch your mouse, nose, and eyes. زي ما قلنا حاول تتعامل انك انت ايدك كونتمينيتد دايما. لو يا باشا ايدك كونتمينيتد وما قدرناش نحمي الايد ما نحطهاش بقى، ما نجيبش الفيروس على وشنا. ودي فيها حاجه مشكله ان دي هابت، احنا مش غصب عننا، انا عندي عاده ان انا بلعب هنا بلعب هنا بعمل كده، فدي مشكله. حاولوا انك انتوا تريبليس مش انك انت تبطل تعملها. يعني ايه؟ يعني بدل ما تيجي تعمل كده اعمل كده. ماشي. انا عايز بس عايز اقول لكم على حاجه مهمه في البوينت دي. لو انا جيت قلت لكل الناس اللي قاعده محدش يفكر في فيل لونه اصفر، ما تفكرش في فيل لونه اصفر. هفكر. ايه اللي بيحصل؟ السب كونشس ما بيفهمش حاجه نيجاتيف. فانت طول ما انت عمال تفكر انا مش هحط ايدي على وشي، انا مش هحط ايدي على ايه اللي هيحصل؟ هحط ايدي على اكزاكتلي. اون ذا اذر هاند ادي دايركت بوزيتيف اوردرز. يعني ايه؟ انا هفضل عامل ايدي تحت، انا هفضل مخلي ايدي تحت. طيب بيبقى في عادات اوريدي سيت اب على السب كونشس. يعني ايه؟ مثلا فور اكزامبل واحد او واحده كل شويه يحطوا يقعدوا صوابعهم ولا يحطوا صوابعهم في بقهم، او واحد كل شويه بيلعب في دقنه مش عارف ايه. ان انت تيجي تستوب الهاب دي مره واحده نو واي، مش هتيجي، هتحس ان انت دراعك مش قادر. طيب اون ذا اذر هاند ايه اللي لازم يحصل؟ زي ما ايهاب هنا بيقول تريبليس. يعني فور اكزامبل انا برفع ايدي، اول ما ارفع ايدي اقوم عاملها هيك، ممكن اقوم عامل كده. ده بجد انا مش بهزر، ام سيريس. هو حتى احنا كنا في الان بي كانوا بيتكلموا ان حد، في ناس عندها باد هابتس على وشها. يعني في حد بيقعد يقرط في ضوافره لحد ما صوابعه تتعور، في ناس بتعمل مش عارف ايه، في ناس يقعد يعور وشه من كتر ما هو بيشد في شعر دقنه، في ناس فور ريل، ناس كتير عامه حوالينا. انا كنت اعرف شخصيا كذا حد بيعمل الكلام ده. فبدل ما تستوب الهابت نفسها ابتدي ريبليس. يعني بدل ما اعمل كده ابتدي اعمل كده. طالما انا رفعت ايدي ابتدي سويتشها في حته ثانيه. نفس الكلام لما بنيجي نسلم، ليه ما توقفش السلام؟ لا هو كده كده انت سب كونشس الايد بتطلع. فبدل ما الايد تطلع كده بنعمل ايه؟ كده بالكم، اللي هو خلاص انت الايد طلعت ما كسبتش حد، وفي نفس الوقت خلاص الهابت نفسها حصلت وانت عملت لها ايه؟ سويتش. فدونت ستوب انستاد ايه؟ سويتش. تمام؟ طيب النقطه دي مهمه جدا. يعني برضو هنرجع من ثاني على قد ما تقدر. انت مش هتعمل كل حاجه بنسبه 100%، بس ممكن تعملها بنسبه 70%. 70% دول ممكن يبقوا نقص ان هم يحموك. اوكي؟ طيب مينتين سوشيال ديستانس، المفروض 3 فيت 1 متر ما بين الناس وهي واقفه جنب بعضها على قد ما تقدروا. برضو افويد تاتشنج اندي اوبجكتس. يعني ان انا قاعد كل شويه ماسك عمال احط كده ده غلط. ماشي، ما ينفعش ان انا كل حاجه ما فيهاش لازمه او ليها لازمه افضل احط ايدي عليها، وانا طالع على السلم بمسح الترابزين بتاع السلم برضه. انا اصلا بقول لكم حاجات اللي انا بعملها. حاولوا على قد ما تقدروا. برضه مش تعرف دي هابنس غصب عنك، لازم تنسى. ما هو لازم انت بقالك 20 سنه بتعمل كده، على قد ما تقدر ممكن تبطلها مرتين ثلاثه. وكده كده كل حاجه اعملها بالتمرين. ما اعرفش احنا ممكن نحتاج فعلا، احنا لازم ممكن نوصل لمرحله ان احنا لازم نبدا نبطل نعمل الحاجات دي. فنبدا نمرن نفسنا من دلوقتي. اوكي؟ Avoid touching undue objects. فولو نو تاتش جريتنجز، ودي حاجه مهمه وهنعملها بقى. يعني دي لازم نعملها النهارده كذا مره، واحنا قبل الميتنج كذا حد نيجي نسلم فقمنا عاملين الحركه دي بجد. بدل ما نيجي نسلم كده بالايد عملنا كده. الكلام ده يا جدعان مش اوفر، الكلام ده بجد. لو حد عنده انفكشن في ايده وسلم على الشركه كلها في يوم، كل الشركه هيجي لها الفيروس. اتسمبل لايك ده بالظبط. الموضوع مش اوفر خلاص، مش هنكره بعض لو ما بطلناش نسلم، مش هنكره بعض بجد. عادي هنسلم يا عم، هنسلم عادي، هنكسر الدنيا بالحته دي بجد. عادي هنكسر الدنيا بالحته دي عادي، هم عادي جدا هنسلم بعد كده بالجوع. لان هو فعلا موضوع يعني عبيط ومهم جدا ان احنا نبطل نسلم. دي حاجه عبيطه جدا ومهم جدا بجد، ان لو واحد عنده فيروس على ايده كلنا هيجي لنا فيروس، هو كلنا بنسلم على بعض طول اليوم. ماشي. Promote good respiratory hygiene in the workplace by its two points. ايه respiratory hygiene ده؟ حاجتين، ان المكان اللي احنا نبقى فيه عدد نقدر نخلي فيه هواء داخل المكان، في ريبليسمنت للهواء. تاني حاجه الماسك. ونتكلم بس دقيقه في حوار الماسك ده. لازم نلبس ماسك؟ لا مش لازم خالص. اولا الماسك ده مينلي مش بيحميك انت، هو لو انت عندك بيحمي الناس. يعني لو انت انفكتد مش هترانسفير الانفكشن دي للناس، فهو بيمنع من جوه لبره مش من بره لجوه.
اوكي. فهو امتى محتاجين نلبس ماسك؟ لو اي حد حاسس ان هو تعبان تعبان يعني سواء عنده اعراض او سواء كان في مكان ممكن يكون خالط فيه ناس. بالظبط. برافو عليك يا مهدي. زي مهدي كده جيب ات اب تو مهدي. لا خلاص مش انت كده كده مش زي تقول ايه. لا هو بيحمي من حد مايكرو ترانسفير انفكشن مش بيحميك انت نفسك. فلو انت حسيت انك انت تعبان او جاي من مكان احتمال 1% كنت تعبان البس الماسك مش قصه يعني. يبقى ان احنا نخلي الجود سباكتور هيجين ده 2 بوينتس. المكان يبقى فيه تهويه. وتاني حاجه الماسك لو انت تعبان او انت جاي من حته كان فيها ناس تعبانه.